أنا نعيمة من الجزائر، نعيش في نشرة قبائلية. أنا كنت صغيرة في عمري، كانت حياتي صعبة بزاف، باسكو كنت مريضة، كنت نتعذب بزاف في حياتي، دائما في سبيطار، عشت يعني وقت صعب بزاف. وأنا كي كبرت شوية عرفت باللي الرب موجود، قلت في نفسي أنا لازم تقرب عند الرب، باسكو أنا قلت نامن باللي الرب هو الشافي. أنا بديت نصلي في الديانة وقت كبير. بعد كي كبرت المرض هذا دارني إعاقة في العين، بعد رحلي البصر ديالي، بعد زعفت بزاف على ربي، قلت له كيفاه يا ربي، أنا قربت ليك باش نصلي لك باش تشفيني، وزيت نحيتني أغلى حاجة يا رب، نحيتني يا رب نور نور النور في عيني. باسكو في الديانة ديالنا يقولوا، في الديانة الإسلامية يقولوا الابتلاء من عند الله، وأنا قلت كيفاش أنا نحب الرب اللي نحاني العين ديالي. بعد كملت هكذاك، واحد الخطرة أنا واحد تعرفت على واحد قالني لو كان تروحي لإسبانيا تديري عملية هناك، قالني 100% تنجح عملية ديالك. وأنا دومونديت الفيزا رحت بأمل كبير، قلت بالك كي نلحق هناك صح كي ندير عملية العين ديالي ترجع لي. كنت ما منخمم على حياتي للقدام كيفاش نعيشها. أنا كي لحقت هناك إسبان درت عملية، صح عملية بدون نتيجة، ما عطات والو، ضيعت كاع الصور دي، ما كانش نتيجة. قلت له يا رب خلاص أنا ما نقدرش نكمل، باسكو صعيب الحال كي واحد يكون يشوف يمشي وحده ويدير حاجات وحده، بعد يجي نهار يروح له البصر ديالو، حاجة صعيبة باش يتقبلها العقل، وأنا ما قبلتش بهذا الشيء. بعد واحد الخطرة كي كنت نخمم باش نقتل روحي، الرب صالح كيما يقولوا، جاء في وقت مناسب، جاء واحد الأخ يخدم في دارنا، كان خدام في دارنا، وأنا كنت متقلقة بزاف، كنت نمشي كنت نخطط كيفاش نقتل روحي. بعد كي شافني هكذا متقلقة أهدر معايا، قال لي نعيمة وش بيكي، قلت له أنا متقلقة ما على باليش وش بيا. وبعد بدا يحكي لي عن المسيح، عن الحب الله، قال لي حاجة اللي قالها لي، قال لي ربي يحبك. قلت له في نفسي كيفاش ربي يحبني، كيفاش الله ما حبه. وبعد حاجة اللي قاستني بزاف بقلبي، كلمة هذيك اللي موجودة في الكتاب المقدس، تعالوا يا جميع المتعبين ثاقلين الأحمال إلي وأنا أريحكم. وأنا كي سمعت حاجة هذيك دخلت تمتم للقلب، أنا حسيت براحة كبيرة، حسيت في وقت هذيك ونديري حد عطاني هكذا كانت ريتمو شربته. وانا عجبني الكلام اللي يقولوا اللي يهضر لي الاخ هذاك، باسكو انا في ديانه يقول لك الله شديد العقاب، الله قهار، الله هكذاك. كنت نشوف الله بخوف، كنت نشوف بقسوه، كنت نشوف الله مش محبه، لكن في المسيحيه كي يهضرني الاخ هذاك كان الله يحبك، الله محبه، الله المرض مش من عند الرب. بعد انا كنت عجبني الكلام بزاف بزاف كي كان يهضر لي. بعد كي شافني هكذاك قال لي انا نعطيك نصيحه، في الليل دخلي لا شومبر ديالك، غلقي الباب ودعي لي الرب، وانا نامن بلي الرب يستجيب لك. وانا درت هكذاك، في الليل دخلت لا شومبر ديالي، بديت نحكي مع الرب، قلت له يا رب اذا صح انت موجود يا رب، انا اليوم نحب نتعرف ليك، إذا طريق المسيح هو طريق الحق ليك أنا نحب نعرفك، إذا هو طريق الإسلام هو طريق ليك أنا نحب نعرفك. يا رب نعرف باللي أشياء اللي نخمم باش نديرها في حياتي مش مليحة، خاطر باش نقتل روحي يا رب أنت تكره هذا الشيء، أعرف باللي نروح لجهنم. صح أنا اليوم يا رب نعييك، أحب اليوم يا رب نتعرف ليك، إذا صح موجود أنت إله الحي أنا اليوم نحب نتقابل معاك. كملت صلاتي ببكاء، بعد رحت رقدت،
بعد في رقاد ديالي حلمت حلم كنت بين المسيحيين والمسلمين. بعد بداو المسيحيين يصليوا، بعد دقيقة قالوا آمين، كي كملوا الصلاة قالوا آمين وأنا قلت آمين. بعد فتحت أبواب تاع السماء في الحلم هذاك، خرج ضوء كبير، الضوء هذاك دخل في جسد ديالي، أنا طحت للأرض. وبعد كي طحت للأرض فقت في نوم ديالي، وبعد شفت كل شيء بعينيا، شفت رؤية، شفت المسيح دخل لشومبر ديالي، أبواب مغلوقة، نافذة مغلوقة، دخل المسيح بقوة كبيرة، نحسيت في وجود الرب في داخل لشومبر ديالي، بس في ضوء كبير قوي. بعد وقف المسيح قدامي، بعد سمعت صوت يقول لي نعيمة قومي، قلت له ما نقدرش نقوم. وبعد زاد عاود قال لي نعيمة قومي، قلت له أنا ما نقدرش نقوم. قال لي ثلاثة خطرات، قلت له شكون أنت؟ قال لي أنا المسيح. قلت له أنا عييت من أرقد هذا، بدلني بلاصة. وبعد مسكني في يدي قال لي يجي معايا. قلت له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شنو هذا؟ ما فهمت والو. قال لي ما تخافيش، أنا جيت باش نعطي لك راحة. بعد أنا خفت منه، بعد خلى إيد ديالي قال لي أنا نروح لكن صلي. خلاني الكلمة هذيك، خرج من لشومبر ديالي، هز معاه كل الضوء هذاك، رجعت لشومبر ديالي كما كانت. جيت عند الأخ هذاك حكيت له على واش شفت في الحلم، واش شفت في رؤية. قال لي المسيح جا عندك. بعد قال لي اليوم احنا عندنا اجتماع تاع صلاة، اذا حبيتي تجي معنا باش نصلي عليك. انا رحت الاجتماع تاع الصلاة. بعد انا كي لحقت هناك بداو يديروا ترانين، يديروا اغاني على المسيح، حسيت حاجه داخل قلبي، يعني قلبي يضرب، حسيت حاجه يعني غير عاديه، حاجه سي لا بروميير فوا حسيتها من قبل. بعد قالوا لي اذا حبيتي تعطي حياتك للمسيح ولا لا لا. قلت له ايه انا نحب نعطي حياتي للمسيح. خرجت من الدار هذا حسيت روحي اونديري راني نمشي ماشي في الارض في السماء. حسيت القلق راح، الانغواس راحت، الثقل عليا راح، افكار العيانه اللي كنت نفكرها على باش نقتل روحي راحوا كاع، ولات حياتي اونديري عرفت حاجه جديده. ماما انا كنت ما نضحكش، كنت نزعف، كنت نتقلق، راح الزعاف راح تقلق راح، وليت نضحك دائما، وليت حسيت بالتغيير غير عادي كما يقولوا. انا كي وصلت للدارنا ديريكتوم وانا قلت لهم في الدار انا وليت من اليوم انا مسيحيه. انا اليوم كي تقابلت مع المسيح انا حسيت بفرح، فرح جامي فرحت في 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 الحياه في حياتي كيما فرحت كي تلاقيت مع المسيح. وبدت حياتي مع المسيح، انا بديت حياتي نعيش مع المسيح، كل يوم نعيش معه، كل يوم نصلي له، نشوف معجزات ديالو. انا نهار ثلاثه ايام جا المسيح عندي هدرني قال لي نعيمه، قلت له نعم. قال لي الرب بعثني اليك باش نبين قوتي فيك. قلت له يا رب نشكرك، وانا نامن بهذا الشيء يا رب انك اله حي. والرب بدا يستخدمني، بديت انا ما نشوفش ما نقراش الكتاب المقدس، لكن حضور الرب كي نصلي دائما يعلمني كلمه ديالو. انا 15 يوم كي تعرفت على المسيح وليت نبشر كلمه ديالو. وانا من اليوم وليت نخدم الرب بكل محبه، وليت نحب الرب اكثر، والمسيح غير حياتي، غير افكاري، غير قلبي، غير بزاف حوايج. ميم كنت عندي الكومبلكس، كنت نحشم بعين ديالي، باسكو انا عين ديالي عندي عين واحده ناقصه. وفي الليل هكذاك كي نرقد
نحي الوضر ديالي ونحطهم تحت المخدة، صباح كي نوض ما في دارنا ما نخليهمش يشوفوا عين ديالي، اسكو نحشم بها بزاف. بصح المسيح حررني في هذا الشيء، وانا اليوم ما نحشمش بعيني، وانا اليوم نحي ما من وضري قدام الكاميرا ونقولهم قرب الكاميرا باش اللي موجودين دركا اللي يشوفوني دركا يشوفوا عيني. باسكو انا حاجه اللي نعرفها في المسيح، اني المسيح قبلني كيما انايا، مام بعيني هذه كي حبني، مام العالم ما قبلتنيش بهذا الشيء، بصح المسيح قبلني بهذا الشيء، احبني مام بعين هذيك، مام ناقصه وليت ما نحشمش بها. نشكر الرب لانه غير حياتي، نحى لي كل عقده فيا، نحى كل الشك فيا، وانا اليوم نحب اللي يسمعني دركا، اللي يشوفونا دركا. انا نعرف باللي دركا بلاك كاينين اللي عندهم اعاقه، كاينين اللي ما يشوفوش، كاينين اللي ما عندهمش رجلين، صح نقول لهم الرب يحبكم، الرب جاء خصوصا ليكم، يقول لكم تعالوا عندي، تعالوا عندي، انا نحبوكم، انا نحب نشفيكم، نشفي روح ديالكم ونشفي جسد ديالكم، لاني انا الرب ونقدر على كل شيء. انا نقول لكم الطريق هو الحق والحياة للرب هو للمسيح، وانا نعرف بلي ما تندموش لو كنت تلاقوا بالمسيح، خطر محبة اللي موجودة في المسيح غير موجودة في العالم. وانا نامن دركا باسم الرب يسوع، اذا موجودين اللي يحبوا يعطوهم حياته للمسيح، نقولهم تقربوا، المسيح يحبكم، تلقى محبة عنده كبيرة، تلقى بنة كبيرة عنده. امين.